ألا يقول أتيت من اليمن بعمرة، هل يصح لي إذا رجعت إلى جدة أن أعيد عمرة أخرى؟ لا بأس بذلك، إذا ذهبت إلى جدة وأردت الرجوع إلى مكة لا بأس، تحلم بعمرة ثانية زيادة خير. ما هو تطلع من مكة لنية العمرة، لا، أنت رايح الجدة لك شغل، مثلا رايح الجدة لك شغل، فإذا خلصت الشغل وأردت أنك ترجع تحرم بعمرة ثانية لا بأس. هذا يقول ورد في الأحاديث أن زكاة الفطر تكون صاعا من طعام أو نصف صاع من قمح، فهل يدخل القمح المطحون في الطعام فيخرج منه صاع أم يبقى على الأصل؟ يا أخي الصحيح والذي عليه الأكثر إن الفطرة صاع من جميع الأنواع من البر وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء، فيخرج صاع كامل سواء من البر أو من غيره، وسواء أخرجها من حب أو أخرجها مطحونة لا بأس بذلك إن شاء الله.